هذه الأجزاء القصيرة من هذا الحوار الذي أجري مع السيسي في سبتمبر الماضي على هذه الشبكة الأمريكية؟ يعني بدون شك لابد أن نرجع إلى خلفيات هذا اللقاء. يعني هذه نقطة مهمة، يعني حتى نتكلم عن تلك المقتطفات. نعم. يعني بداية لابد أن يعلم الجميع أن هذا اللقاء يعني بحسب المصادر مدته تقريبا كانت في حدود 20 دقيقة. والإعلان أو هذا البرومو إذا شئت التسمية الخاصة بهذا اللقاء والذي تم نشره على موقع شبكة سي بي إس التلفزيونية، هذا البرومو يعني هو يعتبر في إعداد الثواني. نعم. يعني إضافة إلى التفصيلات التي كتبت عن هذا الأمر واللقاء الذي تم أجرته إحدى المذيعات مع مذيع هذا البرنامج سكوت بيلي. لكن حقيقة هذا اللقاء تم تصويره تقريبا يعني في 26 أو 25 من سبتمبر الماضي عندما كان السيسي في زيارة للأمم المتحدة. نعم. وأيضا بالمناسبة الصحف المصرية تكلمت عن أن رأس السلطة أجرى لقاء مع هذه الشبكة وكانوا يمتدحون هذا الأمر. هنا يبقى السؤال، لماذا لم يذاع هذا اللقاء مباشرة كالمعتاد، لا سيما أيضا أن المصادر تقول أن هذا اللقاء كان من المقدر له أن يتم نشره وإذاعته بعد ذلك بأيام، يعني أسبوع تقريبا. يعني وهنا يعني في السؤال الأول وهنا في الأول لهذا السؤال. نعم. أستاذ محمد. نعم. هل استجابة لما تحدث به ياسر رضا سفير مصر الولايات المتحدة إلى الشبكة بأنه لا رغبة في للسيسي في نشر هذا اللقاء؟ لا 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 لا، ليس الأمر بهذا الشكل على الإطلاق. يعني أنت لو رجعت إلى سبتمبر فنوفمبر يعني شهر سبتمبر أكتوبر يعني تقريبا تقريبا نعم كان اللقاء في سبتمبر. نعم، اللقاء في سبتمبر فأكتوبر فنوفمبر، ستجد أن هناك أحداث يعني حازت على الاهتمام على الساحة الدولية، تبدأ بالانتخابات الأمريكية ثم حادث قضية خاشقجي، لذلك كان من الأهمية بمكان متابعة هذه الأحداث. لذلك غطت تماما على نشر هذا اللقاء في هذا التوقيت. ولكن أتت الشبكة الآن وأرادت نشر هذا اللقاء، وقد كان بإمكان الإدارة في مصر أن تتغاضى تماما يعني عن طلب عدم النشر، لأن طلب عدم النشر صنع نوع من البروبوغاندا غير المقصودة لهذا اللقاء. طيب، في مقاطع هذا اللقاء تحدث السيسي، يعني وفقا لسؤالك، تحدث السيسي عن مجموعة من النقاط الهامة التي أجاب فيها عن أسئلة محاوره سكوت بيلي. تحدث طبعا، يأتي العنوان الرئيسي هو التعاون الواسع بين السلطة في مصر وبين الكيان الصهيوني المحتل. نعم، سنفصل في هذا أستاذ محمد.